انقسم الى قسمين، كثير الشكوك لا يلتفت اليه، قليل الشكوك ينظر الى ما ترجح لديه، لم يترجح لديه شيء يبني على الاقل. عندنا اشكال، اذا سهى في السهو فماذا عليه؟ سهى في السهو يعني هو سهى في صلاته، ترك التشهد الاول ناسي وقام للثالثة لا يرجع، ماذا عليه؟ عليه أن يسجد السهو. سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، وبعد السجدة الثانية عندما جلس قال التحيات لله، هنا زيادة أم لا؟ أين السهو وقع؟ في السهو، سهى في السهو، فماذا عليه؟ عليه والله أعلم. اجتمع الكسائي وأبا يوسف بالرشيد، الكسائي عالم في النحو وأبو يوسف عالم في الفقه، فقال الكسائي أن كل من أتقن علم يستطيع أن يفتي في بقية العلوم، يعني أتقن في علم النحو يستطيع أن يفتي في الفقه. غضب الإمام يوسف رحمه الله فقال لا، ما يمكن، صحيح، كيف يمكن يتقن في علم النحو يأتي في علم الشريعة ويفتي؟ ما يمكن. قال بلى، قال كسائي بلى يمكن. قال ما تقول في من سهى في السهو؟ قال كسائي لا شيء عليه. قال استدل على هذا من أين؟ من النحو. قال المصغر لا يصغر، أجاب إجابة صحيحة، لكن في الحقيقة لا يمكن أنه يتقن في فن ويفتي في الفن الآخر، إذا مصغر لا يصغر، فإذا سهى في السهو فلا شيء عليه، يسلم والحمد لله، مفهوم؟ طيب بقي شيء في الصلاة لم نذكر الذي ذكره الشيخ؟ نعم، قلنا الآن يسجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ثم بعد هذا يسلم. نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي و بقي شيء؟ طيب ماذا أخذنا الآن؟ الآن ماذا أخذ بعد العصر؟ نعم، أخذنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي، وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك الأئمة والخلفاء فتح الله عليك. غيره؟ نعم نعم. ثم تكلمنا عن سجود السهو، أخذنا ما يتعلق بالسهو وقلنا أسباب السهو ثلاثة، زيادة ونقص وشك. الزيادة عمدا مبطل للصلاة، وسهوا متى تذكر توقف ورجع إلى الجلوس في التشهد، فإن كان قد قرأ التشهد يسلم مباشرة، صحيح؟ نعم. أما النقص ننظر إذا ترك سنة الصلاة صحيحة، وإذا ترك واجب سهوا وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع لي، وإن لم ينتقل يأتي به. أما نقص الأركان لابد أن يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن، لأنه كل شيء جاء بعد الركن جاء في غير موضعه. مسألة مهمة. مثاله الآن يصلي الإمام في المقدمة هناك وأنا أصلي هنا، في الركعة الثانية جلس الإمام للتشهد، أنا أظن هذا، والإمام هناك لم يجلس للتشهد، قام إلى الثالثة سهوا، إذن الإمام أين الآن؟ في الثالثة قائم، أنا لا أدري هنا، أنا هنا
جالس للتشهد. متى أتنبه؟ هو الآن قائم، إذا قال الله أكبر ركع، وأنا هنا أي قمت الآن من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أنا أتنبه الآن، فماذا أصنع؟ يجب علي أن أركع ثم أرفع وتابع الإمام. ولو كان هنا رجل مجرد ما سمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، قال سمع الله لمن حمده، الصلاة باطل لأنه ترك الركوع. كان الواجب على الإمام هداه الله وإيانا أن يصنع ماذا؟ يجهر أو يخافت بالقراءة ويطيل هذه الركعة لحاجة. يصح إن كانت المخافة أحيانا تصح من باب التعليم، فما بالك أنه هذا يتوقف عليه صحة صلاة من خلف الإمام. فماذا يصنع الإمام؟ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واقرأ على مهل. ليش؟ حتى يقوم كل من في المسجد، حتى عندما يركع يطيل الركوع لحاجة. مفهوم؟ طيب، القسم الثالث الشك. وقلنا الشك جاءت الشريعة لقطع الوسائل. نعم، فالشك ينقسم إلى قسمين: أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، أي عبادة لا يلتفت إليه إطلاقا حتى ولو كان هذا الشك قوي، لكن لو جاء اليقين انتهى من الصلاة الآن وتيقن 100% أنه لم يقرأ الفاتحة في الثالثة، ماذا يصنع؟ صلاة باطلة. طيب، بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، ولو رجع فهو آثم. أي نعم، قال أخاف أنه ما تقبل صلاتي. نقول نحن نحكم على الظاهر، القبول وعدمه علم عند الله. نحن نقول أن هذه الصلاة صحيحة والله أعلم، صح؟ نعم. الشك داخل العبادة ينقسم إلى قسمين: كثير الشكوك وكثير الوساوس، هذا لا يلتفت إلى هذه الشكوك. قليل الوساوس يبني على الأقل خطأ، يبني على ما ترجح لديه غلبة الظن، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. انتبه. نعم، فتح الله عليك. طيب، الذين يعني يشاركون معنا لهم سؤال، أي واحد شارك معنا يريد سؤال واحد في هذا الدرس لهم ذلك، أما غيرهم لا. نعم يا أخي. أوقف. ما ذكرتم بالنسبة للمسبوق؟ المسبوق، نعم. بالنسبة للسجود السهو كيف يعني؟ نعم، يقول سهل إمام في الصلاة، سهل إمام في الصلاة، وأنا جئت متأخر وأدركت من الصلاة ركعة، إذا سجد الإمام قبل السلام أسجد معه، صح؟ أي نعم. وإذا قمت إلى إدراك ما فاتني وسجد الإمام، يقول بعض العلماء إما أن يسجد، أو إذا كان أدرك هذا السهو مع الإمام يجب عليه أن يسجد السهو بعد أن يأتي بما فات. طيب، الحمد لله. نعم، بارك الله فيكم، لو اجتمع مثلا نقص وزيادة في الصلاة، لو اجتمع نقص وزيادة، أين يسجد؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ ابن سعد رحمه الله يقول يصح أن يسجد قبل أو بعد السلام. نعم، نعم. لو المنفرد نسى ركنة، هل الإمام يحمل هذا؟ الله يفتح عليك، اجلس. يقول هل الإمام يتحمل الأركان؟ الآن أنا أصلي خلف الإمام، أقرأ الفاتحة؟ أقول لا، يتحملها الإمام. أكبر للإحرام؟ أقول لا، يكبر عني الإمام. صلاتي باطلة ولا شك فيها. الإمام ما يتحمل الأركان؟ الإمام يتحمل الأركان؟ ما يمكن.
إلا الخلاف الوارد مثلا في قراءة الفاتح في الجهرية أنه قراءة الإمام له قراءة. وقلنا الأحوط والذي أفتى بالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن تقرأ في السرية وفي الجهرية. أما هذا الذي يظن بعض الناس ما يمكن الإمام ما يتحمل أركان. هل الإمام يكبر عنك تكبيرة الإحرام؟ ها؟ يركع ويسجد عنك؟ ما يمكن. نعم هذا سؤال جيد. نعم نعم. هل يجب في الصلاة تحريك اللسان والشفتين؟ نعم. يعني الآن بعض الناس هدانا الله إياه ما يحرك أبدا، يقرأ الفاتحة هكذا. تخيل أنه هذا ما قرأ، هذا ليس بقارئ أصلا. نعم ما تعد هذه قراءة أصلا، مفهوم؟ نعم يحرك. نعم أشوف أحسن الله إليكم، ما هو حكم قبل أن نقرأ سورة الفاتحة الجهر بالبسملة؟ أجلس. الجهر بالبسملة ورد، جاء حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر كان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي حديث المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر، لم يقل له قل اللهم نويت كذا وكذا، ثم قال فقرأ. والأصل أن البسملة ليست من الفاتحة. طيب والله أعلم. نعم صلى الله عليكم. إذا نسي الفاتحة في الركعة نسي الفاء، هو هذا إشكال سيبقى، أنا أعرف وكررنا هذا المسألة أكثر مرة. نسي الفاتحة في الركعة الأولى معك، لا أصبر، نسي الفاتحة في الركعة الأولى. نعم أول السؤال، هل الأولى لا يعتبرها؟ لا يعتبرها، ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، كل شيء. نعم هل يسجد للسهو؟ نعم ولا بد. السؤال الثاني، لا نعم سليم. من نسي الركوع في الركعة الأولى ثم من نسي الركوع في الركعة الأولى تذكر في الركعة الثانية، تذكر في الركعة الثانية وهو راكع مثلا، وهو راكع يصبح هذا الركوع للأولى ويلغى كل شيء بعد الأولى، بعد ترك الأولى يعني. وإذا كان قائم ماذا يصنع؟ يرجع للركوع به ثم يرفع ويمشي. نعم أحسن الله إليكم. من نسي يعني النية وتذكر في أثناء الصلاة، من نسي بالنية، من نسي النية يعني مثلا دخل في الصلاة ثم تذكر يعني أنه الله، هذا سؤال ممتاز. اجلس. والله أخشى أن يفتح علينا باب السؤال. الآن خرج الأخ يتوضأ وبرد ويكلم فلان، توضأ بسرعة ودخل، الله أكبر، ثم بعد أن ارتاح قليل في الصلاة قال هذه صلاة العصر وأنا عندما كبرت لم أنوي بها العصر، صحيح؟ نعم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا لا يسع أحد إلا أن يقول بصحة الصلاة وارتاح، لأنه هو نوى فرض الوقت وفرض الوقت عصر، مفهوم؟ طيب هذه صورة، هذه صورة تقع منا كثير، يقول لا يسع أحد إلا أن يفتي بصحة الصلاة لأنه يقع كثير. الآن مثلا الأخ في الحج بلغنا الله إياكم، هل لابد أن يستحضر النية عند الطواف أن هذا الطواف ركن؟ طواف الإفاضة، طواف الزيارة، نعم يستحضر أن هذا الطواف ركن، وعندما يرمي يستحضر، لا يكفي النية الأولى، مفهوم؟ نعم. لكن دخل إلى الصلاة بنية الظهر، دخل إلى الصلاة بنية، هو نوى الظهر الآن، كبر ونوى الظهر، ثم بعد أن كبر قال أنا صليت الظهر، هذه عصر، أقلب النية من ظهر لعصر بطلت الصلاة، خرج الآن من الصلاة يكبر بنية العصر ولله الحمد، مفهوم؟ إذن
إذا نوى فرض الوقت يصح وإن لم ينوي عين الصلاة أنها عصر. وهذا الذي أفتى به الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. مفهوم؟ طيب أخذت سؤال؟ إيه تفضل. فضيلة الشيخ حفظكم الله، مأموم يصلي من وراء إمام، مأموم يصلي خلف الإمام، وهذا المأموم مسافر، وهذا المأموم مسافر، ويظن أن الإمام مقيم، ويظن الإمام مقيم، فهو بعد التشهد الأول لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي الصلاة الإبراهيمية، والصلاة الإبراهيمية الآن ركن. نعم. ثم سلم الإمام، ماذا يصنع؟ يصلي الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم بعد السلام الإمام. بعد سلام الإمام وش الإشكال؟ يترك الركن من أجل متابعة الإمام؟ ما يمكن. أنا أعطيك مثال أحسن من هذا، اجلس فتح الله عليك. الآن قدمنا إمام يصلي بنا، والإشكال يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه في العادة، في عادة الناس، هذا خلافا للشرع انتبه، في عادة الناس الآن عندما تقام الصلاة ماذا يصنع الناس؟ قال تفضل تفضل تفضل، آخر الأمر يصلي أجهل واحد، صحيح؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم، أي هنا يعني لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله. فإذا كنت أعلم من نفسي أني أقرأ القوم ما أكلم الشيخ ولا أكلم هؤلاء، مجرد تقام الصلاة تقدم استوى. هل هذا يقول هذا لعله من باب التقدم والترفع وحب الظهور يقسم أو يقطع الظهور؟ نقول لا، أنا عندما تقدمت تقدمت بدليل. إخواننا الصديق رضي الله عنه مات النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، ما انتظر أحد يقول له تفضل أو لماذا تظهر وتريد الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف الصديق رضي الله عنه أن هذا القيام في هذا الموضع واجب ولا بد، فقام الصديق رضي الله عنه. أي نعم. فعندما تعلم أنت الآن مثلا تعلم حاجة الأمة وترى الشرك أمامك وتعلم أن هذا الشرك 100% تتفرج، أنت آثم. طيب إجابة السؤال بقي، تقدم هذا وهو لا يعرف يصلي، قال الله أكبر. أحيانا تصلي خلف إمام يعني تسرع دون إخلال في القراءة ولا تدرك هذا، أحيانا تصلي خلف هذا ما تسمع منه إلا حتى الله أكبر، ما تسمع الله 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 أكثر من النقر. فماذا تصنع؟ تتابعه، صلاتك باطلة مثله. فإذا صليت خلف إمام يسرع، نعم، فماذا أصنع؟ أنا أسرع لكن دون الإخلال في القراءة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، عرف دون إخلال في القراءة. ركع، أترك الفاتحة؟ ما أتركها، أكمل الفاتحة ثم أركع. يكون رفع، هو رفع لعله سلم ممكن أتركه، نعم. لكن أحيان بعض الأئمة يسرع لكن دون الإخلال، فماذا تصنع؟ تقرأ آية آية، الحمد لله رب العالمين الرحمن، هكذا ما يصل. إذن أنت تتابع الإمام دون إخلال بالأركان، فإذا كان في المتابعة إخلال بالأركان أتركه. الدليل، لو قال قائل ما الدليل؟ الدليل أن الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ رضي الله عنه خرج من الصلاة، نعم، خروجه من الصلاة كان للتعب، فالإخلال بالأركان من باب أولى، صح؟ أي نعم. ولهذا أخواننا يعني الأصل أن الواحد منا يعرف يقرأ ويعرف يصلي، وعندما يدخل المسجد
يأخذ ذات اليمين أو ذات اليسار أو آخر الصف أو ينتظر في الخارج حتى تقام الصلاة ثم يدخل. لماذا؟ قال حتى لا يقدمون. هذا الذي يصنع هذه الأمور هذا ما يستطيع يصلي بالناس أصلا. ولذلك يعني الآن الجامعة الإسلامية عند التخرج يوصي الأساتذة والدكاترة هناك يوصون الطلاب أنه أول ما يرجع الطالب إلى بلاده ماذا يصنع؟ مجرد ما تنزل الطائرة يبدأ بالدرس، لأنه لو بدأ من اليوم الأول الحمد لله. الآن هؤلاء اللي يشاركوا بدأوا من الأول أول مشاركة إلى نهاية الدورة إن شاء الله تعالى، والذي لم يشارك ما يستطيع يشارك إلا إن شاء الله. إخواننا تقول على طريقة السلف وتعرف هذه الأمور وتترك المجال، ثم بعد فترة يأتي الشيخ قال والله ذهبت علينا المساجد. من السبب؟ نحن. فلان يتأخر، فلان يتقهقر، فلان كذا، فلان قال والله أنا أريد أن أحصل. طيب تعرف تصلي؟ قال نعم. تعرف الإمامة؟ نعم. تعرف أحكام الصلاة؟ قال أعرف وزيادة. تحفظ القرآن؟ قال أحفظ. لماذا لا تتقدم وتقدم فلان الجاهل؟ تترك المجال لمن؟ وضربنا لكم قلنا هذا حال السلف، حال الصديق رضي الله عنه قام. إخواننا لو كل واحد ترك، أنا أترك وهذا يترك وهذا يترك، قام أهل الباطل. عمر رضي الله عنه يقول عجبت لجلد المنافق وعجز المسلم. كيف؟ والله تسمع أنه رجل واحد. انظر يعني بالأمس كنا نتكلم شيخ الإسلام أوقف زحف ثلاث فرق من أشد الفرق منهم الرافضة. بماذا؟ إخلاص. محمد بن عبد الوهاب وحده قلب الجزيرة رأس العقب، الجزيرة وغير الجزيرة. وصل أتباع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى طهران وسووا القبور بالأرض إلى طهران. هم يكيدوا الآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجل هذا، لأنه سوى القبور حتى وصل إلى طهران. نعم. فإخواننا في أمور لا بد فيها. ولذلك الآن عندما يأتي إنسان يؤلف، أبو داود رحمه الله كتب أن هذا الكتاب انتقيت وصنعت وصنعت، هل يمكن لإنسان عاقل يقول هذا يفتخر بنفسه؟ لا بد أن يعرف بنفسه. أقص لكم قصة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بين الصفا والمروة كان يسعى، وجد رجل يسعى في نعليه، فقال سلام عليكم. قال عليكم السلام. قال يا أخي اخلع نعليك. قال لا لا يجوز، وترك الشيخ. قال تعال تعال. قال ماذا؟ قال أنا محمد بن صالح بن عثيمين، اخلع نعليك. قال والله؟ قال والله. خلع نعليه وضعه. إيه لابد، أحيانا لابد. لكن أن تأتي من باب التفاخر وتقول اسمع لا تناديني بفلان، أنا الشيخ، ولا تناديني الشيخ هكذا العلامة. الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز رحمه الله الجميع، اتصل على رجل يعني حتى يأتي إلى بيته وعامل يعني حتى يعمل في إصلاح دورة المياه كرمكم الله. فاتصل عليه عبر الهاتف وقال يا فلان تعال عند البيت. قال من أنت؟ قال أنا محمد بن إبراهيم. قال من محمد بن إبراهيم؟ قال يا أخي محمد بن إبراهيم. قال والله ما عرفتك. قال يا أخي محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم ما تعرفني؟ يعني ما يستطيع يقول له المفتي، ما يستطيع الشيخ. فهذا ما قال إما أن تقول من أو أغلق الخط. قال يا أخي الذي يقال عني المفتي. قال الشيخ. الله أكبر، والله ما عرف. والله أخواننا هؤلاء العلماء ما أرادوا هذا. الصحابة رضو الله عليهم ما أحبوا الألقاب ولا هذه الأمور، ورفعهم الله. وعندما جاء النقص في بعض المتأخرين أرادوا أن يرفعوا هذا النقص بالألقاب. محي الدين وهو ظلام الدين، والله محي الدين ابن عربي هذا ظلام الدين ليس بمحي الدين.
نور الدين وهو محي الدين مميت الدين، ونور الدين ظلام الدين. نعم ألقاب وهو على ضد هذا اللقب ولا شك. طيب نعم يا أخي مصلي بعد نعم الحمد لله باقي دقيق. بعد أن كبر تذكر أن عليه نجاسة ولكن لا يستطيع أن يزيلها. يقول كبر ورأى على ثوبه نجاسة، على ثوبه الآن إذا خلع الثوب كشفت العورة. يقطع الصلاة ويصلي في النجاسة، يقطع الصلاة ولا شك، انتبه معي. لكن قبل هذا لابد أن تعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام الحزم والمبادرة. بال الأعرابي مجرد ما بال أمر بتطهير المكان، صح؟ فمجرد أن تأتي نقطة بول على ثوبك ها لا تنتظر وقت دخول الصلاة، لا تؤخر، قد تنسى، مفهوم؟ فإذا وجد على ثوبه نجاسة وكان يعلم أنه ما يمكن إزالة النجاسة إلا بكشف العورة، قلنا مثل هذه الغترة يرفع الغترة ويصلي ولا إشكال، لكن على ثوبه ما يستطيع تنكشف العورة، ماذا يصنع؟